هو ده بيكو عبد الجليل؟ اه يا باشا. البيت ده متين؟ ده حته حديد يا باشا، ده مات الجذوره في الارض يجي من 300 سنه، وبعدين ده الزلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس انا شايفه مايل شويه. لا يا باشا لا مؤاخذه، ده هي دي الهنجسه بتاعته، يعني هو كده لا مؤاخذه قايم على عدله. على عدله اه. امال ايه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، اتفضلوا يا رجاله، اتفضل يا كبير، اتفضل. البيت منور يا كبير، يا دي النور يا دي النور، البيت منور والله. اتفضل يا اما الكبير جالنا يا اما. اتفضل يا كبير، يا دي النور يا دي النور. اتفضل يا باشا، يا دي النور يا دي النور، والله انت عايز زفه. يا دي النور يا باشا، يا دي النور. يا عيال خايبة يا راجل، عيال خايبة. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله، معقول؟ لا ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى. اتفضل يا حبيبي. يلا. اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير. نورت الدواء بحالها. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شوية مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده، عيب. هو ده بيت أصلا؟ اتفضل يا كبير، وحسين يا كبير، اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله، احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا، منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاوله هروب 16 مره، عشان كده مسميينه ابو حديد. ما شاء الله، دي حاجه حلوه قوي. انت لازم يا ابني تتحط في موسوعه جينيس. ايه غلس دي يا باشا؟ جينيس بيقول ياد غينيس. ياد بقول جينيس. يا خلاص، صلى على جينيس. صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي. معلش ما انت ما حدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذه قاسي قاسي، ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه. لازم كده لا مؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم؟ عشان فلوسه حلوه. هو قفل منك. انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. مرني كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوتنا جايب احلى الحاره يا متعه. اهمت يا راجل اهمت. ملعون يا ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنقل يتساب. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذة يا كبير. جرى ايه يا ولية يا عم ثابت؟ ما تخلي الراجل القفة ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل؟ حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجة تانية؟ لا مؤاخذة بس يا راجل، يا قفة عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك ياد يا مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمق حمقه من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك. دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا واد نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا واد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل، هو تأثير مسعد وصل لغاية هنا الظاهر؟ لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أم مين؟ أم يا باشا،
يامك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولية مسابت. أم أنا بقى اللي لمؤاخصة تحت منك على الكنبة. أم مين؟ أم عبد الجليل. أني كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها. أم لمؤاخصة تحت منك. أمك تحت مننا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما أنت قايم. ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي يومك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لمؤاخصة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أما تسلت مين؟ أما خليها مستريحة، ربنا يخليها لك. وده إيه ده؟ اصل امي مره مكافحه يا باشا. امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه. تعرف يا باشا، الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات. بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ تعرف بقى دنيا تانيه. تعرف يا باشا، لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا. بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر. ذكر قعدت علينا. يعني ربتنا وكبرتنا. امال ايه؟ لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا. واحد هجام، والتاني فتاح خزن، والتالت بتاع شقق، والرابع مظلوم يا باشا. انا بقوله النبي يا ناجي، بينا نلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف عبد الجليل. ايوه يا باشا. احنا هنسرق بنك. الله اكبر الله اكبر. يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي يا مسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل. ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا. ما طالما بص هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا؟ ان ربنا يوفقنا. شاف الناس، هي كلمة ورد غطاها، مش أسئلة وغلبة وقلب الدماغ. آمين. بقولك يا باشا، لما أخصى كده أنا كنت عايز سلفة تحت الحساب لغاية ما ربنا ويكرمنا يعني، ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفة دي مهمة قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان أنا الولا عشة بتاع القهوة عليها ليه 16 جنيه. فبصراحة منظري كده بقى في الحتة مش نضيف شوية يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وأنا بقول الحاجة الساعة ما جاتش دي. يا مجنون يا ابن الغسالة، يا مجنون يا ابن الغسالة، فكوا وتروحوا وترجعوا بالسلام. آمين. إلهي يجعل لكم في كل خطوة سلامة. آمين. إلهي يكسيكم ما يعريكم. آمين. يا باشا قولي كده يا عمّا، قومي بينا. الله يخرب بيتك يا مسعد.